فيلم العنكبوت لأحمد السقا خرج من منافسة موسم أفلام نص السنة، إذ قررت الجهة المنتجة أن تؤجل عرضه من 5 يناير إلى شهر مايو على أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر. أما السبب وراء تأجيل الفيلم اللي يشهد عودة السقا للسينما من بعد غياب 4 سنوات، فبيعود بحسب تصريحات شركة الإنتاج لقوة الأفلام العالمية الموجودة في السينمات حاليا مثل سبايدر مان والجزء الرابع من The Matrix وأيضا فيلم The Kingsman. الشيء اللي ممكن يظلم الفيلم خاصة أن تكلفة إنتاجه ضخمة ويضم نجوم كبار، وأيضا حتى يعطوا فرصة للأفلام العربية اللي نزلت مؤخرا في السينمات أنها تأخذ حقها. وأيضا الجهة المنتجة لفيلم الجريمة قررت تأجيل عرضه حتى 5 يناير القادم، من بعد ما كان من المفترض أنه ينزل اليوم إلى جانب فيلم الكاهن اللي حافظ منتجي على موعد طرحه. وأمس أقيم عرض خاص للكاهن في مصر بحضور أبطاله وصناعه، وهذا اللي بتشوفونه في تراكينج ستوري نمبر 1. مبسوط ان احنا رجعنا تاني للريد كاربت في مصر، الحمد لله، ويا رب دايما كل الاعمال الكبيره الحلوه باذن الله تفضل ليها ريد كاربت وليها حضور جماهيري. احنا السينما الرائده في المنطقه، النهارده عندنا شراكه كمان مهمه جدا، سينما مصريه سعوديه، فباذن الله تكون يعني مبادره لشيء مهم يعني. وهالشراكه تمثلت بحضور المنتج السعودي زكي حسنين. احنا عملنا كل مجهود عشان نطلع مع النجوم الكبار دول بفيلم يليق بمكانتهم ومكانة الشراكة السعودية المصرية إن شاء الله. فإن شاء الله يعني حيكون فيلم مرة جميل، وصراحة لقينا تعاون مرة كبير من الحكومة المصرية وتعاون كبير من جميع النجوم اللي تعاملنا معاهم في الفيلم. أنا أشكر كل القائمين على الفيلم، وأشكر أخويا وصديقي وشريكي عثمان أبو لبن المخرج الجميل اللي إن شاء الله بإذن الله طلع لنا فيلم مصر كلها هتحكي عنه بإذن الله، والسعودية والعالم العربي. واللي الكثار تكلموا عنه يومها هم الأشخاص اللي ملأوا السجادة الحمراء مرتدين أزياء الكهنة مع الماسك اللي أخفى وجوههم، وذلك كله كنوع من الإثارة والتشويق لقصة الفيلم. هي فكرة تعرضت من أستاذ محمد ناير، وكان عامل بصراحة معالجة حلوة قوي وحدوتة حلوة قوي، وتحمسنا لها، وكل ممثل كنا بنقدمها له بيتحمس لها وبيعايز يشتغلها يعني. وأول ممثل عرض عثمان هالقصة عليه هو حسين فهمي اللي أدى دور الكاهن. ما أقدرش أقول له لأ، ما أقول لك عثمان قال لي، قلت له يلا نشتغل. وعن القصة خبرنا حسين أكثر. احنا بنتكلم على الجماعات اللي بتتحكم في العالم، العالم النهاردة فيه جماعات بتتحكم فيه اقتصاديا، بتتحكم فيه سياسيا، بتتحكم فيه حتى الحروب نفسها كمان بتبقى يعني عن طريق التحكم وعن طريق السيطرة على العالم، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان في جماعات بتسيطر على العالم يعني. يعني باختصار فيلم الكاهن يتناول قضية جدلية للغاية. ولما سألنا جمال سليمان المشارك في الفيلم عن رأيه حول إذا ما كان هناك مجلس سري في العالم يتحكم فينا، هذا كان جوابه. سري؟ تكرت صيني؟ لا، مجلس سري ما عرفش حتشوفي ده بالفيلم. ومثل ما جمال يغرينا لمشاهدة هالفيلم، هناك مغريات أخرى كانت السبب وراء قبوله ليكون أحد أبطاله. حاجة يعني الأستاذ حسين فهمي والأستاذ محمود حميدة وكل الكاست يعني اللي موجود ودورك وكل جميع يعني كل الناس اللي بالفيلم. وبعدين موضوع الفيلم والسيناريو اللي عامله الأستاذ محمد ناير وإخراج عثمان أبو اللبن والإمكانيات الإنتاجية اللي توفرت للفيلم، شركة الإنتاج كله يعني كلها كانت مغريات لواحد إنه يخوض تجربة يبقى هو حاببها ومرتاح بيها يعني. وعلى عكس جمال سليمان اللي كان مرتاح جدا يومها، درب المقابل كانت كثير متوترة. خايفة والله، مرعوبة يعني، مبسوطة وفي نفس الوقت خايفة، في شوية توتر برضو لأن أنا لسه ما شفتش الفيلم وما حبيتش إن أنا أشوفه يعني. كان ممكن أروح أشوف في مشاهد شفتها شوية بس ما رحت شفته على بعضه، فحكتشفه مع الناس دلوقتي في العرض الخاص. وبهالفيلم درة بتأدي شخصية صحفية تدعى فيروز. يعني أنا عشت الدور والفيلم والحالة زي كل دور بعيشه بكل تفاصيله، وطبعا فكرة السسبنس أو الأكشن بيبقى فيها شوية مجهود زيادة، مش بس يعني نفسي وكمان جسدي. والمجهود الأكبر كان إثبات درة أن بالأكشن ما في فرق بين امرأة ورجل. العكس يعني، كان التعامل زيهم، وحتى في مشاهد لينا أكشن مثلا وكنت مع إياد وفتحي وكده يعني عثمان نفس الحاجة يعني، أجري زيهم أعمل زيهم يعني، اللي هو أنا بنت على فكرة يعني، بس ما فيش بقى يعني. فده حلو بالعكس يعني، ده بيخليك يعني خليني أعدي الحدود بتاعتي، إن أنا ممكن أعمل أي حاجة، ممكن أمثل أي دور، ممكن أعمل يعني أكشن بالطريقة دي، ممكن أعمل. فده بالعكس يعني اداني ثقة
والحقيقة يعني كان تعاون كويس جدا ما بيننا كلنا وبين كل زمايلي، وشركة الانتاج مش أول مرة اشتغل معاهم، فأنا بحب التعامل معاهم ويعني كلنا أخوات. وفيروز بأحداث العمل بتتزوج من شخص يعاني من اضطراب نفسي يؤدي دوره إياد نصار، وبتحدث جريمة قتل غامضة بتقلب حياة الزوجين. أنا أعتقد أنه أول مرة يعني تم تناول النوع ده من الدراما، يعني لأن ممكن نسميها الدراما نظرية المؤامرة، يعني عارف اللي هو زي داون براون، زي دافنشي كود، الحاجات اللي اتعملت انه في مؤامرة وفي حل الغاز وكده. فالفيلم في نوعه مهم جدا، بيطرح يعني بيطرح نوعية جديدة من الأفلام، فكرة الألغاز، فكرة التفكير، المشاهد يفضل يفكر مع الشخصيات طول الفيلم، فده مهم، يعني ده مهم النوع ده أنه يكون موجود في السينما. وهذا اللي أكد عليه محسن محي الدين اللي أيضا يشارك ببطولة الكاهن. فكري يعني أهم حاجة أنك أنت تطلع من الفيلم ده فهمت حاجات كتير، وكمان عندك حذر من اللي بيحصل. ومن بعد تركيز النجوم على أفلامهم اللي تم طرحها، الاهتمام الأكبر حالياً راح ينصب على أعمالهم الدرامية اللي بتشارك في السباق الرمضاني واللي انطلق تصوير عدد منها، بينما لا يزال البعض الآخر في مرحلة التحضيرات النهائية.